السلام عليكم شباب قناة ماتور الوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا حاطط عليكم مجموعة تمارين لشد ورفع الصدر. قبل اي حاجه شو ما احنا بتاعتين دايما، ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا جرس توصلكم كل فيديوهاتي الجديده. يلا بينا نبدا الفيديو. من قبل ما نتمرن مع بعض او كمان من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول او بقيه التمارين، عايز اقول لكم ان كل التمارين اللي انا حاطط عليكم ان شاء الله فيديو النهارده هتساعد وتساهم بشكل كبير جدا على شد ورفع منطقه الصدر للاعلى. وكمان لو عايزين تعرفوا ايه هي الاسباب اللي بتؤدي الى حدوث خلل في منطقه الصدر او عدم تساوي منطقه الصدر او اي مشكله متعلقه بمنطقه الصدر، افتحوا ديسكريبشن او الوصف تحت الفيديو، هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل. وطبعا لو كان عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه ممكن تخطر على بالكم، يا ريت تكتبها في كومنت تحت وان شاء الله هجاوب عليكم في اقرب وقت. حلو قوي. دلوقتي بقى التمرين الاول اللي انا حاطط عليكم تمرين سهل وبسيط، بس محتاج تحكم في الحركه نفسها لانه بيعتبر يعني هو مش صعب بس رخم شويتين يعني. وهنعمل تمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 20 عده. يلا بينا. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول، دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين الثاني. التمرين الثاني مختلف تماما عن اول تمرين احنا عملناه مع بعض، ولكن الاستهداف واحد. والتمرين ده هنعمله مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا.
بريك. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول والثاني، دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين الثالث. التمرين الثالث برضه مختلف تماما عن اول تمرينتين احنا عملناهم مع بعض، ولكن الاستهداف واحد، يعني هيشد وهيرفع منطقه الصدر للاعلى. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 20 عده. يلا بينا. واخيرا حارت عليكم تمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع مختلف تماما عن اول 3 تمارين احنا عملناهم مع بعض، ولكن الاستهداف واحد. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 20 عده. يلا بينا.
بريك. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا سواء احنا بتاعتين دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت على الكومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم بقرب وقت. او تقدروا تتواصلوا معايا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او انستغرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.